السلام عليكم. السلام عليكم. هحاول اشرح معاكم كده ازاي بنستخدم الكرنسيز. لو انا عندي برانش موجود في الايربورت وفي الناس معاها بيبقى احيانا يورو دولار او عملات مختلفة عن العملة المحلية اللي كانت موجودة في البلد، سواء كانت ريال دينار درهم جنيه مصري ايا كان. فازاي احنا هنعملها؟ الاول محتاجين نروح على مانج مور settings، وبعد كده هنخش على الكاشير اب وهنكتب ال amount currencies، ايه اكتر كميات احنا بنستخدمها. تمام، هنكتب ما بين كل عملة والتانية هنكتب كوما. تمام، وهنحط بعد الكوما المعامل التحويل الخاص بالعملة. فبمعنى، ولازم ناخد بالنا ان احنا لما بنكتب العملة بنكتبها بالصيغة الموحدة ليها المتعارف عليها عالميا. فعلى سبيل المثال انا عندي USD الدولار، نشوف مثلا USD versus سعودي ريال مثلا بكام؟ 3.75. فهكتب 3.75. تمام، كوما. طبعا لو بالجنيه المصري هكتب برضو المعامل التحويل بالجنيه المصري. تمام، طيب، وعندي مثلا اليورو على سبيل المثال 4.53. وازاي اليورو بيتكتب؟ اليورو بيتكتب يو ار. تمام، فنكتب اي يو ار كوما، احنا قلنا كام؟ 4.53. تمام، وهكذا. إذا كان عندي عملات تانية برضو الناس بتيجي بتستخدمها كتير هزودها بنفس الطريقة. تمام، وبعدين هدوس على Save Changes. خلاص saved. طب خليني أفترض إن أنا مثلا لو كتبت حاجة غلط، خلينا نجرب مثلا إن ال USD كتبتها SDU وأنا غلطت. لو جيت دوست على Save Changes جاب لي Invalid Currency و Invalid Conversion Rate، هيقول لي ان القيمة غلط. فلازم انا استخدم الفورمات الصح المتعارف عليه عالميا للعملة، ولازم اكتب conversion rate. تمام، خلاص. بعد كده هروح بقى على الكاشير وطبعا الكاشير بيبقى فيه موجود في محتاج الاول طبعا ده ابديت، سوري، انا محتاج اعمل ابديت للكاشير الاول لو لسه ما عملتش. اخر فيرجن كان 5.0.18، احنا دلوقتي هيبقى عندنا 19. خليني اشرح لكم واوريكم ازاي ان احنا بنقدر نعمل ابديت عشان خاطر نستخدمه كمان بعد كده. طيب انا على الايباد هدخل على الايكون دي الخاصه بالاب ستور، هدور على، عندي طريقتين الحقيقه. الطريقه الاولى هدخل من الايكون اللي فوق دي، لو دخلت عليها هنزل تحت هيجيب لي الابليكيشنز اللي محتاجه ابديت. طب افرض انا ما لقيتهاش هنا او مش ظاهره لي او حابب استخدم طريقه تانية، هدور على الابليكيشن نفسه فوركس 5 كاشير، وهلاقي هنا مكان open مكانها بقى موجود ايه؟ update او get. تمام، هدوس عليها عشان اعمل التحديث. ناخد بالنا ان التحديث بتاعنا هو القديم، كان طبعا لسه اللي موجود لحد دلوقتي 5.0.18، لكن اللي موجود عندي انا دلوقتي هو الجديد اللي هو 19. هتأكد منين؟ من النسخة. هدخل على، هفتح الكاشير، هدخل على ال diagnostics من الهوم، هنزل تحت هلاقي انا عندي هنا الجديد. تمام، طيب هتصرف ازاي بقى؟
من على الكاشير عشان خاطر اتعامل بيه الكرنسي الجديده. الاول بس خلينا نعمل سينك عشان خاطر الابديت او التغيير اللي انا عملته على الكونسول to be reflected على الكاشير. بعد ما هيخلص هنعمل اوردر عادي ونشوف الشخص اللي هيدفع ده هيدفع بانهي عمله بالظبط. طبعا ده هيساعدني بدل ما ان انا ادخل اضرب العمله وادخل واكتب بقى تفاصيل تانية او حتى اخليها كبيمنت ميثود مختلفه، لا هو السيستم هيساعدني فيها اوتوماتيك. طيب انا عندي هنا فوق على اليمين عندي الكرنسي اذا كان حد هيدفع بعمله مختلفه، تمام، وهحدد العمله اللي هيدفع بيها. طبعا يعني اكيد انا محدش هيجي من امريكا عشان يطلب واحد فول، خلينا نطلب شويه طلبات تانية. طيب الكرنسي عندي هنفترض ان هو هيدفع بريال سعودي، ناخد بالنا هنا كان العمله 17 ريال لكن احنا حددنا الكرنسي هتبقى بالدولار، تمام. فهنشوف ايه هي طرق الدفع اللي هقدر ادفع بيها. بما ان هو هيدفع طبعا بالدولار وحددت العملة بيها فده معناه على الاغلب ان هو الشخص ده مش هيدفع بكريدت كارد، لان هو لو هيدفع بكريدت كارد اغلب البنوك بتحول اوتوماتيك العملة للعملة المحلية اللي بيستخدمها، لكن هو هنا في الحالة دي معناه ان هو هيدفع في كاش. فالبيمنت ميثودز اللي هتظهر لي هي اللي احنا لما انشأناها في الكونسول قلنا ان دي نوعها كاش، تمام. فانا هنزل هنا اختار الكاش وهحدد ان هو هيدفع، هل هيدفع بالقيمة نفسها ولا قيمة مختلفة وهرجع له الباقي. فانا خلاص هختار بقى العملة وهشوف العملة اللي هرجعها له، تمام. فهو مثلا خلاص هيدفع ده المبلغ اللي هيدفعه وهرجع له الباقي طبعا، تمام. بيقول لي ايه هي الفرق اللي انا هرجعه له، انا طبعا مش هيبقى عندي الفرق بالدولار فهرجعها له بالريال او العملة المحلية اللي موجودة عندي.